عم بتدوري على شيء معين؟ بدور على اي حاجه، عايزه اي حاجه، عايزه اعرف. لقيتي شيء؟ مش أهم حاجة. أنا مش فاهمة إيه علاقة شريف بسالة المزادات اللي بيتعامل معاها أونكل عدنان. سالة المزادات؟ وبعدين الحاجات دي بتعمل إيه هنا؟ مش أهم حاجة. الليستة دي بتعمل إيه هنا؟ انزلي من عندك بسرعة وقابليني في العنوان اللي هبعتهولك. ليه؟ طيب في إيه؟ مش وقت يا مريم، انزلي بسرعة ولما اشوفك هبقى احكي لك على كل حاجة وتأكدي ان مفيش حد بيراقبك. شوف يلا بينا. لوين؟ يلا بينا حد احكي لك يلا.